في شمال الجمهورية اسمها المنزلة. أنا معروف المنزلة. من المنزلة هاشم شاعر. منصورة. المنزلة. المنزلة. المنصورة تبع للمنزلة. ماشي. وشاركنا في الثورة ما مشيناش من هنا إلا يوم 11/2. وتهيألنا إن المسائل كده خلصت وإن مصر ارتاح. اكتشفنا إن ما حصلش حاجة. وإن الثورة محتاجة ثورة. فإحنا راجعين الميدان تاني. حسب ببساطة خالص، كل اللي كنا بنقوله قبل تنحي مبارك جايين نقوله من أول وجديد. زود عليه محاكمة مبارك نفسه. الراجل اللي قاعد في شرم الشيخ خايف من العدالة. طب العدالة فين؟ وتقول اللي تقوله، لو العدالة اتكلمت بجد إحنا معاها، بس تتكلم بجد. أنا شايف الأولاد ما شاء الله أكبر من نفسك. قول اسمك إيه؟ قدام مايك. قولي ما تكسفيش، بابا اتكلم قولي. اسمك اولا. ها اولا اولا. ايه اولا؟ النهارده جايه مع بابا. شعورك ايه النهارده؟ زي عيد كده صح؟ ايه كان في عيد النهارده. اتكلم معاها بس. ايوه شعوري النهارده وجايه ليه؟ نفس السبب برضو، عشان كان تكملت الثورة، والمفروض ان الثورة لسه مخلصتش، المفروض الناس بتكملها، وان اللي في مرحلة اللي احنا فيها دي اصعب كتير من المرحلة اللي فاتت، لان اللي فعلا زي ما هو قال ان كل اللي عملناه قبل كده ولا كنا عملنا حاجة. بس اضافة على كلامهم ان بدأت فيه اتجاهات مضادة كتيرة تحاول توصل لكتير من الشعب ان الثورة الى حد ما كانت محبطة ليهم او ما قدمت لهمش مكاسب سريعة وفورية، وكثير من الناس بتبص يدوبك تحت رجليها، عايزة الثورة انتهت او المبارك خرج امبارح، تاني يوم الصبح الاقي انا كل شيء اتغير. الاحباط اللي وصل فيه الناس عايزين نصحيهم تاني، خاصة المجموعة اللي قاعدة قدام الكراسي في البيوت وبتحكم على كل واحد نازل التحرير بدون مجهود وعايزاه يقعد، وكأنه هو اللي معطل الانتاج وهو اللي مسبب حالة البلطجة. ولو انا قارنت حالة الشارع المصري قبل الثورة ودلوقتي والله ما تفرق كتير. قبل الثورة كنا بنخاف كلنا نخرج، ماسكة بنتي ما اقدرش اسيبها في اي مكان، وبعد الثورة نفس الشيء دلوقتي. البلطجة كانت موجودة قبل بحماية الشرطة وموجودة بعد برضو بحماية الشرطة. النهاردة ممكن نشوف ايه اللي مين اللي دخل السجن ومين اللي بيطلع براءة، وكل رموز النظام. اما بنتكلم عن رموز النظام، المحليات لسه محلولة مفيش اسبوع فات، وهي رأس الفساد اللي في مصر، هي البلطجة بعينه. مين اللي عارف البلطجية بالاسم؟ ومين اللي ربى البلطجية؟ مين اللي استخدمهم في تزوير الانتخابات لمدة 30 سنة فاتوا؟ لا زال البلطجية موجودين بيرتعوا. لسه مديري الامن لسه بينزلوا من مكاتبهم يخشوا القفص ويتعمل لهم تعظيم سلام ويرجعوا. النهارده المجلس العسكري عمل استفتاء على 6 أو 8 مواد، وبعديها بايام معدوده ينزل كام و60 ماده بدون ما ياخد راينا، ويغير ماده في الدستور في اللي احنا استفتينا عليه. احنا بنحترم راي الشعب لكن ما لازم يحترمنا هو كمان. النهارده المجلس العسكري اسم مصر باستفتاء نعم او لا على الماده على الشريعه الاسلاميه، واحنا الموضوع ما اتطرحش اساسا، الماده ما اتطرحتش. والنهارده المجلس العسكري مصر ان هو يعمل الانتخابات اولا، رغم ان عقلانيا وبكل دساتير العالم وكل الثورات اللي حصلت في العالم ان المفروض اللي يتم ان يتعمل خطه او بلان زي ما الناس بتعمل خطه طريق معروفه ومحدده المعالم والتواريخ، نعرف احنا ماشيين ازاي. لكن محدش عارف احنا ماشيين ازاي. كل يوم بنسمع خبر، وكل يوم بنسمع براءه، وكل يوم بنسمع. النهارده تشوف تصور الامن المركزي بعد احداث بعد تنحي مبارك، ايه اللي عمله الامن المركزي معانا؟ كل حته نزل فيها ضرب الثوار. الكلام ده غير مقبول بالمره. احنا محتاجين نعم اوكي اللي احنا طالبينه تطهير كل رموز النظام اللي موجود في مصر، النظام السابق، مدير الادارات وكلاء الوزارات وكل من له علاقه بالنظام السابق. النظام السابق عينه في مكانه بما فيها رؤساء الجامعات. كل ده لازم يتغير. مصر مش هتتغير الا لما الناس دي تخرج من اماكنها. اتفضل قول بقى كلمه عشان اختم بيك. احنا عايزين العدل. العدل في المحاكمات، ما يبقاش كله افواج، لازم يبقى في حاجات. حتى المحاكمات لو جيت تشوف المكاتب بتاعها هتلاقيها قليله. تعالى كمل.